الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في البرنامج اليومي الركن الرابع الذي يأتيكم عبر فضاء الإخبارية في تعاون مثمر بين هيئة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الشؤون السامية والدعوة والإرشاد. نحييكم مشاهدينا الكرام على وقع زخات المطر المتساقطة على أرض الرياض المتعطشة لخير ربها، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد. مشاهدينا الأفاضل، مضى نصف رمضان، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالحة من الأقوال والأعمال. رسالة للمقصرين، نقول عودوا إلى ربكم فقد بقي النصف، والنصف كثير، فيه العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر بشهادة القرآن الكريم. ونقول لمن وفقهم الله عز وجل للطاعة، زودوا بطاعتكم فقد بقي شيء عظيم وخير كبير وأجور مباركة ونفحات ربانية من الله عز وجل في هذه الأيام المباركة. حديثنا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام ومضى نصف الشهر، يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ هاشم بن فيصل المطيري، وهو الداعية الإسلامي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. مرحبا بكم المشاهدين. طبعا لا نستطيع أن نبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم إلا ونحن نتحدث عن هذا الحدث الإجرامي من الحوثي الغادر الذي يستهدف أمن الحجاج والزوار والمعتمرين، وقد أرسل هذه الصواريخ إلى مكة المكرمة، ربما كان هناك استهداف لجدة، لكن الحمد لله الله أحبط مخططاتهم الإجرامية بفضله عز وجل ثم بقواتنا الباسلة من أبطال الدفاع الجوي. فنريد حديثا عن هذا الاستهداف الغادر المجرم من الحوثي لأمن المعتمرين والزوار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وحكمة، إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في حق البلد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا في حق البلد الحرام، وإلا فإن الله قد حرم الظلم في كل بلد حتى في البلدان الكافرة. فإذا خص الله سبحانه وتعالى أمرا أو شيئا أو مسألة بمزيد بيان، دل ذلك على مزيد فائدة. وكما هو معلوم أن البلد الحرام من الأماكن المصطفاة، وهذا وجه من تعظيم الظلم فيه وإرادة الإلحاد بظلم فيه، لأن الاصطفاء موجب لمضاعفة الحسنات وتعظيم السيئات. أما الوجه الآخر فكما أن الشريعة إذا ذكرت شيء وخصته بمزيد علم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الحج، ذكر الاستطاعة في الحج، نعم، لمن استطاع إليه سبيلا، ونحن نعلم أن الاستطاعة شرط في كل العبادات، فلما ذكره الله سبحانه وتعالى في الحج علمنا أن للحج استطاعة خاصة بالإضافة إلى الاستطاعة التي تعم كل العبادات. كذلك في البلد الحرام، الظلم محرم في كل البلدان، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية علمنا أنه مجرم من وجهين: الوجه الأول الاصطفاء كما ذكرنا، والوجه الثاني أن مجرد الإرادة في البلد الحرام يعاقب عليها الظالم.
وهذا قد لا يوجد إلا في البلد الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. أما في البلد الحرام، مجرد الإرادة بالظلم فيه فإنه مجرم ويحاسب عليه العبد، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم نعم. شيخنا، يعني هذه المخططات الإجرامية التي تحاول أن تمس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية من محور الشر إيران عبر دميتها الحوثية، التي تحاول حقيقة المساس بأمن واستقرار بلادنا والعبث حول حدودنا بمثل هذه نسميها الفرقعات، الحمد لله التي تزيدنا تماسكا ولحمة مع قيادتنا، والله الحمد لله من أرزقنا الله عز وجل بهذه المنظومة الدفاعية المتكاملة للذود عن أرض الحرمين الشريفين وكذلك مأرز الرسالة المحمدية. نتكلم هنا شيخنا الكريم عن واجبنا تجاه مثل هذه الاعتداءات الغاشمة من قبل الأعداء، واجب أبناء الشعب السعودي تجاه قيادتهم. والله الواجبات لهذا البلد الكريم على مواطنيه وعلى غير مواطنيه من المسلمين واجبات كثيرة وعظيمة. جميل. لا نقولها لأن من هذا البلد، ولكن هذا ما شهد به الأعداء، شهد به المنصفون من غير أهل هذه البلد. فأولا الدعاء. جميل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون بضعفائكم. فمن كان يرى نفسه ضعيف فليدعو، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ونحن حينما نقول هذا الكلام لا يعني أن البلد ضعيفة، نحن نعلم قوة هذا البلد وما أتاها الله سبحانه وتعالى من نصرة وتمكين ترتب على قيامها بهذا الدين، ولكن الدعاء من أعظم العبادات، ولعلنا سنتكلم عن شيئا من الدعاء في هذه الحلقة. ولكن أعرج على أن خطورة بعض من ينسب إلى الإسلام كما في حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. في هذا الحديث إشارات كثيرة، أخذ منها إشارة واحدة فقط. نعم. أن الله سبحانه وتعالى لن يولي على بيضة الإسلام، وهو في بعض قول أهل العلم أنها الحرمين، إلا المسلمين. وفيه دلالة على من يشكك في توجهات هذه البلد على الأقل كما يقال، وفيه دلالة على أن العداء ممن ينتسب إلى الإسلام كما يفعله الحوثي ومن وراءه أشد خطرا من أعداء الإسلام من خارجه. أنت تقصد الأعداء الواضحين؟ الأعداء الواضحين، نعم. فخطورة الأعداء المنتسبين إلى الإسلام، وإلا بالله من ينتسب إلى الإسلام ويقصف البلد الحرام؟ يا أخي هب أننا مخطئين تنزلا أو جدلا، كيف تقصف القبلة التي تصلي عليها إن كنت تدعي الإسلام؟ يعني هذا يستحضره كل مسلم. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا البلد منصور، هذا البلد منصور. هو الهدف يا شيخ إسقاط السنة، يعني على راية السنة في هذه البلاد المباركة من هؤلاء الحوثيين، يريدون نشر عقائدهم المنحرفة، لكن هيهات، يعني هناك الحمد لله عناية الله عز وجل، ثم هؤلاء الأبطال الرجال سواء من قيادتنا أو حتى من الدفاع الجوي وغيرها من أبناء القوات المسلحة وغيرها من الرجال حقيقة، لأثبتوا أنهم على قدر عال من المسؤولية في الدفاع عن حياض هذه البلاد المباركة. حسنت. الإمام الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وجمعنا به وبكم والمشاهدين في جنات النعيم، كان يصرح أن منهج هذه البلد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، خصها في أكثر من، وأبناءه الملوك من بعده أكدوا على هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ونحن فيما ندين الله به لا نعلم بلدا أقرب إلى الإسلام تطبيقا وعلما وتوافر علماء وحتى العوام. وخذ شهادة من رجل غير سعودي لكنه إمام علامة، يأخذ الناس حكمه تعديلا وتجريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الألباني رحمه الله، ناصر الدين الألباني. نعم. له مقطع يقول أن صغار الناس العوام في السعودية، هكذا يعني لفظته، أعلم بالتوحيد من الكبار عندنا. وهذه شهادة، يعني شهادة من رجل غير سعودي وعالم في الحديث، له باع طويل في العلم الشرعي، ونحن نعتمد ونقلده في كثير، ولا يكاد يعني يوجد طالب علم إلا ويقلده في التجريح الرجال وتصحيح وتضعيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد الأسانيد؟ الأسانيد. فهو يعني في المآل إذا قال الحديث ضعيف وهو عن النبي عملنا به وصدقنا أنه ضعيف، وإن قال صحيح عملنا به، أفلا نصدقه في هذه الشهادة؟ شهادة للسعودية، وشهاداته عن السعودية كثيرة جدا، لا يعني صعب حصرها وإحصائها. فسبحان الله، يعني هذه البلد ميزت بأمور حتى ذكرت في الشريعة. يعني أنا ما أريد أن نطول، ولا قبر ذو الخلصة على سبيل المثال، هذا القبر بني بعد الخلافة الراشدة، ثم لم يهدم إلا لما قامت الدولة السعودية الأولى، الحمد لله، ثم لما سقطت بني، ثم لما قامت هدمته الدولة. وسبحان الله، يعني مآثر الدولة كثيرة، ولا يعني نستطيع أن نحصرها في حلقة إن أردت ذلك. ولها فضل علينا نحن أهل البلد وغيرهم في نشر السنة والدين الصحيح والإسلام الوسطي المعتدل الموافق للحق، وليس مجرد التوسط. صحيح. الحمد لله. يعني المتأمل أيضا لجغرافية المملكة العربية السعودية يكاد لا يرى إطلاقا قبرا يطاف حوله أو شجرة تعبد أو غيرها من المظاهر الشركية الوثنية، وهذه والله نعمة من الله عز وجل، وكذلك تحسب لقيادتنا المباركة جزاهم الله خيرا حرصهم على إبراز جناب التوحيد في أرجاء هذه المملكة. حسنت. التوحيد كما لا يخفاكم هو سبب التمكين وإظهار الدين والخلافة في الأرض، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، والآيات في ذلك كثير: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فسبحان الله، يعني القضاء على مظاهر الشرك ووسائله والبدع والسعي في ذلك من المسؤولين ومن العوام قبل أهل العلم، هذا شيء يفرح وعلامة بالدليل الشرعي على حسن حال. لا نزكي أنفسنا، عندنا تقصير وعندنا ذنوب، ولا شك نكافح لإصلاح كل شيء، كل في بابه وفي أعلى ثغره، لكن لا تجد مثل هذا البلد تطبيقا للشريعة وإن قصرت، ولله الحمد. أسأل الله يثبتنا على الحق ويزيدنا من فضله. اللهم أمين. شيخنا الله يحفظكم وجزاكم خير. لو انتقلنا لموضوع حلقتنا لهذا اليوم ومضى نصف هذا الشهر الكريم، يعني حقيقة كيف يمكن للمسلم أن يتأمل بسرعة هذه الأيام، وما الواجب تجاهه لما تبقى من أيام هذا الشهر المبارك؟ الوقت مسؤول عنه العبد. جميل. وفي الأثر دعاء: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، ولا بر أعظم من إدراك هذا الشهر العظيم. جميل. قال الإمام الزهري: التسبيحة في شهر رمضان بألف تسبيحة من غيره من الشهور. هذا في أسهل العبادات الذكر،
أما تلاوة القرآن والدعاء والصدقة وفعل الخيرات عموما فكل شيء فيها مضاعف. أيضا كما ذكرنا لاصطفاء هذا الزمان نعم. فأهيب بنفسي المقصرة وبمن يشاهدنا أن يضغط على نفسه ويسأل الله الإعانة ويستعين بالله ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو المعين ويستغفر من ذنوبه، فإن الذنوب تمنع فضائل الأعمال. أسأل الله يتوب علينا جميعا. لو نظرنا في حال السلف في هذا الشهر العظيم كما روى أبو نعيم والنووي والذهبي والخطيب البغدادي أن الإمام الشافعي رحمه الله ورحم الله أئمة المسلمين قاطبة كان له 60 ختمة في شهر رمضان، يعني ختمتين في اليوم. انظر كيف فرغ أنفسهم هؤلاء الأئمة ونحن نقتدي بهم وهم لنا أسوة. وورد هذا عن جمع كثير لا يحصى من أئمة السلف. أما الختمة في كل يوم مرة واحدة فهذا لا يحصى. حتى في هذا الزمان نسمع من يختم في اليوم مرة واحدة، ويعلم هذا الحفاظ أن ختمة القرآن لا تزيد عن 8 ساعات، والحافظ الماهر يستطيع أن يختمها في 6 ساعات أو أقل. كذلك لعل أن يستشكل بعض الأخوة على مسألة تدبر القرآن، فإن من يختم في اليوم مرتين لا يسعه تدبر القرآن. والآثار في أحوال السلف على ختم القرآن وتقديم كثرة الختم على التدبر متواترة. فعملا بالجمع بين النصوص يتبين والله أعلم أن للسلف ختمتين، ختمة تدبر وختمة يعتنون بها بكثرة الختم، القراءة تقصد، القراءة لاغتنام الأجر، لاغتنام أجر الأجر خصوصا في هذا الشهر العظيم. ونحن مأمرون باتباع سبيل المؤمنين السلف الصالح، هذا حالهم مع القرآن في هذا الشهر العظيم. جميل. نعم. وشيخنا أيضا للمقصرين ماذا نقول؟ يعني البعض لربما تلومه النفس اللوامة أنه فرط في نصف هذا الشهر. كلنا ذاك الرجل، نسأل الله أن يعاملنا برحمته آمين، وأن يرزقنا من فضله وهو الرحمن الرحيم. يتدبر الرجل ويكون كيسا ذهنا نعم. بأن العشر الأواخر أو ما تبقى من الشهر أفضل مما ذهب، فلا ييأس ويثبطه الشيطان عن اغتنام ما تبقى. فعلى سبيل المثال من أشغله عمل أو غيره فإن في آخر الشهر يتوقف جميع الأعمال لا. وتكون فرصة للاجتهاد وتعويض ما فات. ثم إن ما تبقى من هذا الشهر الفضيل فيه ليلة القدر، وهذا ما أعطاها ميزة على بداية الشهر. وشهر رمضان كله شهر فضيل وعظيم، لكن من فاته فإن فاته المفضول والفاضل قادم. نسأل الله يوفقنا لخير القول والعمل. اللهم آمين. نعم شيخنا، كذلك نقول لمن وفقهم الله عز وجل في الطاعة في نصف هذا الشهر الأول أيضا ماذا نوجه لهم من رسالة؟ أول رسالة وجهها لنفسي ولغيري أن لا يعجب المسلم بعمله، فإن العجب مزلق ومهلكة، كما أن غمط النفس واليأس من روح الله وأن يقول العاصي من أنا حتى أقبل على الطاعة وأنا الذي فعلت وفعلت وفعلت، كذلك العجب بالعمل مهلك وهو من كبائر الذنوب. وكما قال الإمام ابن القيم
رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. أن صاحب الحسنة يعجب بها فيصاب بالعجب في نفسه، أما صاحب السيئة إذا كان غامطا لنفسه يشعر بالذنب ويؤنب نفسه، فهذه عبادة عظيمة، أنه يؤنب نفسه ويلومها على ما فعل وقصر، ما فعلت وقصرت. والحق وسط، يجتهد المسلم ويذهب ويترك وساوس الشيطان ويجتهد قدر ما استطاع، وعلى سبيل المثال يجد نفسه لا يستطيع أن يعمل شيء، هكذا متصلب، يفتح القرآن لا يخطط لشيء، إنما افتح كتاب الله واقرأ، اقرأ حتى يجد القارئ، وهذا أكاد أجزم يجده كل مسلم خصوصا في هذا الشهر، اقرأ حتى تجد نفسك انشرحت. هذا كلام الله، فضله عظيم، وهو صفة من صفات الله، منزل غير مخلوق. فاسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته التالينة وحق تلاوته. نعم الشيخ الكريم، هو من أبرز الأعمال التي يقوم بها الصالحون في هذه الأيام المباركة هو قراءة القرآن الكريم والإكثار من ذلك. شيخنا، يعني ما هي النصيحة التي تسدى لمن قصر كذلك في قراءة القرآن الكريم في هذه الأيام؟ الشهر لم ينقضي، الحمد لله، الحمد، وما تبقى فيه كما قلنا أفضل، لكن تلاوة القرآن الآن من أسهل العبادات، حتى في الجوالات تجد التطبيقات والتفاسير، بل يكاد تجد كثير من المصلين في المساجد يقرؤون من جوالاتهم حتى يحفظون موضع وقوفهم ويقرؤون في مكاتبهم وفي أعمالهم وفي الإشارات، وننظر إليهم كذلك. سبحان الله، أسأل الله من فضله. وددت أن أشير إلى بعض السنن على عجالة خاصة في تلاوة القرآن، أولها وهو ركن التلاوة حتى تسمى تلاوة وتكون عبادة، هو إسماع النفس، وهذا حكى عليه الإجماع الإمام النووي وابن قدامة شيخ الإسلام وغيرهم. فإن لم يسمع نفسه، أنك قد تجد بعض المصلين يقرأ في المسجد القراءة التي تسمى قراءة الصحف الصامتة بعينيه، هذه وإن كان يؤجر على مكوثه في المسجد وقضاءه في النظر في المصحف، لكنها لا تسمى تلاوة، لا يعني لا يشمل أجر الألف لام ميم، نعم في لا كل تسمى تلاوة حرف، نعم نعم، هذا ذكره بالإجماع، ذكر بالإجماع من غير واحد من أئمة العلم المعتد بحكايته من الإجماع، وهذا يندرج على الذكر والدعاء، يجب أن يسمع المسلم نفسه وصوته، يسمع نفسه، يكون وسط، لا يزعج من في المسجد بيرفع صوته ولا يجعله صامت. طب لو حرك اللسان يا شيخ؟ تحريك الشفتين واللسان من غير صوت لا يعتبر، وأشار وفصل في هذا أهل العلم. فالركن ولا يسمى سنة، إنما يسمى ركن، لأن العبادة لا تسمى عبادة إن لم تأتي بركنها، هذا واحد. الثاني الطهارة، والطهارة مع القرآن طهارتين، طهارة قراءة، وهذا كما أخرج الإمام أحمد عن المهاجر بن قنفذ أنه لما سلم على النبي ولم يرد عليه قال إنه ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. هذه الطهارة في القراءة والذكر والدعاء عموما، والقرآن كذلك لا يمس إلا مطهرون، ما يمسه إلا مطهرون، كذلك الجنب لا يمس ولا يسمع بخلاف الحائض والنفساء كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، فالحائض والنفساء لا تمس القرآن لكن تسمع وتقرأ. استقبال القبلة
في كل طاعة كما ذكر ابن مفلح اعتمادا على ما أخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء سيدة وإن سيد المجالس قبالة القبلة. كذلك ترتيل القرآن وتحبيره والتغني به هذا من سننه. أتينا على مسألة القراءة من المصحف والنظر فيه فهو أفضل من القراءة من الجوال، هذه مسألة حادثة، وإن كانت القراءة من الجوال طيبة وتشجع على القراءة، لكن النظر في المصحف والقراءة منه حتى للحافظ القراءة من المصحف أفضل. وحكاه النووي عن جمع من السلف. كذلك حفظ القرآن في مكان محترم عن الامتهان والقاذورات وأن مثلا يدعس عليه أحد الصبيان أو هكذا ومن هذا القبيل، أو وجود صخب. أيوة صخب، فإن القرآن يعلو ولا يعلى عليه ويجب أن يحترم لأنه كلام الله. نعم، وغيرها شيخنا من السنن قضية أيضا الحديث أو العمل بالقرآن الكريم وإقامة حروفه والعمل على حدوده كذلك شيخنا الكريم، بحيث أن تكون أخلاقنا قرآنا. نعم، لو أشرت مع هالنقطة شيخنا. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. اللهم صل. وهذا لا يأتي إلا بتدبر القرآن وصرف الأوقات الفاضلة فيه، فهو من أعظم العبادات التي تترتب عليها أمور لا يعلم المسلم حللها ولا يعرف تفسيرا لها، من العبادات التي تشرح الصدور وتترتب عليها خيرات عظيمة وأجور عظيمة. فكما أن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها، إلا أن القرآن تترتب عليه مواعظ كبيرة، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكما تقدمون على ما أظن في برنامجكم شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان. والقرآن يسمى فرقان لأنه يؤتي صاحبه فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة وأشار إلى أن القرآن نور، نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كذلك فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والآيات في ذلك كثيرة لا تحصى. نعم شيخنا، الله يحفظكم فيما يتعلق كذلك فيما تبقى من هذا الشهر الكريم، الحرص كذلك على إقامة ما افترض الله عز وجل على العباد من الصلوات وإقامة الصيام كما شرعه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، من التحفظ والتعفف عن الكلام والولوغ في أعراض الناس وغير ذلك. أشرنا إلى قاعدة، قاعدة أن الاصطفاء موجب لمضاعفة الحسنات وتعظيم السيئات. جميل. يجد كل مسلم من نفسه إقبالا ورغبة على عموم الطاعات في رمضان، لكن قد يفتر المسلم، ومن أعظم وأخطر ما قد يعني يقصر فيه الصائم في هذا الشهر العظيم هي الصلاة. الصلاة ترتيبها أعلى من الصيام، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أي واحد الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. جميل. قال أهل العلم مفهوم المخالفة إن لم يطيعوك في الركن الأول فلا تدعوهم إلى الركن الثاني، وهكذا الصلاة إن لم يطيعوك فيها فلا تدعوهم إلى الزكاة، وهكذا والزكاة إن لم يطيعوك فيها كذلك في الصوم والحج. نعم، وشيخنا الكريم يعني كذلك أبناؤنا في المنازل
كيف يمكن أن نربطهم فيما تبقى من شهر رمضان المبارك بهذا الكتاب القويم بهذا القرآن العظيم؟ أفضل طريقة للدعوة خصوصا لمن يدعو من حوله الدعوة بالعمل. الأولاد بنين وبنات إذا رأوا والديهم يهتمون بالمصحف ويحملونه كثيرا حملوا المصحف قبل أن يقرأوا وحاولوا تقليدهم، وكان خير داع وواعظ لهم إلى هذا العمل. كذلك يتبين هذا حينما يجد الواحد منا نفسه مشغولا وهو يدعوهم إلى مثل هذه الأعمال، كيف يقصرون في دعوتك، لأنهم لا يجدون عملا يوافق قولك. فالقدوة الدعوة بالقدوة بالنفس هذا شرط كي لا يمتحن الداعي من يدعوهم بأن يأمرهم إلى شيء ويخالفهم عنه، فهذا يجعلهم في صعوبة حتى وإن قاموا بهذا العمل. فأهيب بنفسي ومن ولاه الله على عائلة أن يكون قدوة في نفسه. السجناء لما سألوا يوسف عليه السلام قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، فلما رأوا إحسانه وعمله رأوه عملي في الإحسان والإيمان ذهبوا له وسألوا. نعم جميل. شيخنا البعض ربما وهو يقرأ القرآن الكريم خصوصا فيما تبقى من أيام هذا الشهر المبارك أيامه تتصرم بسرعة عجيبة سبحان الله العظيم. بالأمس كنا نتباشر بدخول هذا الشهر الكريم، والآن ربما الشهر الكريم يلملم أيامه وساعاته استعدادا للرحيل، بقي قرابة الأسبوعان. لكن شيخنا نريد أن نتحدث هنا البعض ربما وهو يقرأ القرآن استثمار لما تبقى من هذه الأيام المباركة قد تشكل عليه بعض الكلمات في يعني في تفسيرها في معناها، وفاكهة وأبا مثلا ما يعرف ما معنى أبا، فما هو الدليل في ذلك للرجوع إليه ومعرفة كلمات القرآن الكريم؟ أما في هذا الشهر الفضيل فحال السلف على القراءة من غير تدبر، قراءة فقط، فإن القرآن لو قرأه الأعجمي الذي لا يعرف معاني الكلمات يؤجر على هذه القراءة. نعم. وهذا موجود، فإن كثير من العاجم يقرأ القرآن ويحبره تحبيرا جميلا ويقيم حروفه ولا يعلم معناه معنى الكلمات، أو لا يعلم كثير من معنى الكلمات، هذا يؤجر على القراءة، فإن تدبر كان أجره أعظم وموافقته لحال السلف أبلغ. لكن المفضول قد يكون فاضلا في بعض الأحوال، وهذا أشار إليه ابن القيم، قد تكون عبادة. على سبيل المثال الوتر أفضله في آخر الليل. نعم. فهو يعني مفضول أن تصليه في أول الليل، الأفضل أن تصليه في آخر الليل. فإن كان هذا الرجل في المسجد الحرام ويريد أن يخرج منه يسافر يرجع إلى أهله، نعم، وصلى العشاء في الحرم، جميل، فهو هنا إذا صلى الوتر ليدرك 100,000 صلاة فضل مسجد الحرام، هنا في حالة صار المفضول أفضل من الفاضل. كذلك كثرة ختم القرآن هو مفضول، لكن في هذا الشهر يكون أفضل من التدبر. جميل. شيخنا الآن ربما كما قلنا بقي أيام قليلة، ربما 15 يوما أو أقل فيما يتعلق بما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك. البعض يسوف في العمل، يقول أنا سأعمل ابتداء من الغد، ابتداء من بداية العشر الأخيرة من رمضان، ما هي الرسالة التي توجه له؟ التسويف لا يسلم منه أحد. نعم. لكن التوفيق يكون بالدعاء، والحسنة تجر الحسنة، والذنب يمنع من فضائل الأمور،
ويوقعك في التسويف أو في الاعتذار أنا مشغول في شيء أفضل ومن هذا القبيل. فيلجأ المسلم إلى ربه بأن يعطيه العزيمة والقوة ويستعين بلا حول ولا قوة إلا بالله ويتوكل على الله ويشرع في الشيء ولا يسوف، فإن الشهر ينقضي وفضاء الأمور تذهب ولا يدري المسلم هل يدرك الشهر القادم من السنة القادمة أم يكون في عداد الموتى كما نعرف أناسا وخلقا كثيرا ممن حولنا لم يدركوه. فالتسويف هو أعظم من إضاعة المال، لأن المال يستطيع المرء أن يحصله إلا الوقت، إذا ذهب لا يرجع حتى الصحة والعافية. العافية والصحة والعافية ترجع، لكن إذا ذهب الوقت لا يرجع. صحيح، والإنسان بعد لربما ما يضمن أنه يبقى إلى الغد سنت. أو إلى العشر الأخيرة من رمضان. نعرف أن الله عز وجل له عتقاء من النار في كل ليلة، فاستثمار مثل هذه النفحات أيضا مطلوب شيخنا الكريم بما فيه من الرحمات والأجور المضاعفة الكريمة. لو أشرتم لهذه النقطة شيخنا. أنا والله أخيب نفسي بنفسي وبكم والمشاهدين بكثرة الدعاء في هذا الشهر. الله، فإنا ندعو الله وهو على كل شيء قدير، والدعاء له فقه فهو من أعظم العبادات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يصح أن الدعاء مخ العبادة ولكنه مخ العبادة، فإن العبادات ما بين دعاء تمجيد وثناء ودعاء طلب ومغفرة، هما طلب إصلاح دين أو دنيا أو غفران ذنوب. فإن أحسن المسلم الدعاء صلح له ما تبقى من هذا الشهر وغيره، وقد يكتب الله له التوفيق ويرضى عنه باقي عمره. فالدعاء له فقه، يجب على المسلمين أن يتعلموا منه ما تنقضي به حوائجهم، فكلنا ذاك الرجل الذي له حاجة. فكما ذكرنا عن القرآن وتلاوته من الطهارة واستقبال القبلة إلا الترتيل، فإن الدعاء لا يرتل، وهذا فيه فتاوى من العلماء وأشار إليه ابن القيم وغيره. كذلك رفع اليدين بالدعاء وإن لم يكن على إطلاقه وليس في كل مكان، كما نعلم أن في خطبة الجمعة لا ترفع اليدين في الدعاء. نعم. كذلك لا ندعي بمظلمة، يعني ندعو على أناس بظلم ليس لنا عليهم حق ولم يظلمون في شيء وندعو عليهم، هذا من الاعتداء في الدعاء. كذلك الأدعية المخالفة لسنن الله القدرية، كمن يدعو أن يرزقه الله الولد من غير زواج أو يدعو أن يكون نبيا، هذا مخالف للسنن القدرية، أو يدعو أن يهلك الله الكافرين والظالمين كلهم من وجه الأرض، هذا مخالف للسنة القدرية. الظلم باقي وأهل الكفر باقين، لكن يدعو على الظالمين ويدعو بشكل عام أن ينصر الله الإسلام، ينصر الله الإسلام ويخذل الكافرين وهكذا. وأيضا تخصيص شيخ دعاء لقيادة هذه البلاد المباركة بالتأييد والتوفيق والسعادة، كذلك جنودا البواسل، لو أيضا أفردنا له جزء كبير جدا. البعض ربما شيخنا الكريم والبعض وهم قلة في القنوت تجده يدعو يشرق ويغرب ويدعو ويحاول أن يأتي بأدعية كثيرة جدا، لكنه يغفل جانب الدعاء لقيادة هذه البلاد المباركة وأيضا لجنودنا البواسل، وهم يقومون والله بأعمال عظيمة جليلة من أجل مصلحة هذه البلاد المباركة، بلاد السنة والجماعة. أحسنت. نعم. طبعا الدعاء للسلطان علامة من علامات السنة. كما قال الإمام البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. فمن حقوق ولي الأمر في عقيدة أهل السنة والجماعة على رعيته
الدعاء له، كما أن من حقوقه عليهم أن ينصحوه سرا كما ثبت عن السلف. الجنود المرابطين نسأل الله أن يصلح لهم النيات ولا ينقصهم من أجورهم شيء، ويحفظهم ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. لا شك أننا نجلس في الأماكن الفارهة والمبردة، ومهما قلنا لا نحس بالوضع الفعلي لهم على ثغورهم، سواء المرابطين على الحدود أو الإداريين في وسط البلد وغيره، فهم يقومون بأعمال عظيمة، وأنتم ترون كيف يعني يتكالب الأعداء على هذه البلد، ونحن نعلم أن الله ناصرها وأن هذا مجرد أذى، لكن من حقوقهم علينا أن ندعو لهم بالحفظ والسلامة والتأييد والنصر، فإنهم يقومون عنا بهذه العبادة العظيمة التي هي ذروة سنام الإسلام. والشيطان سبحان الله يصرف من يدعو إلى أدعية قد تكون فيها خير، لكن يصرفه عن الأفضل، مثل الدعوة للسلطان والدعوة لنصرة هذه البلد، لأن هذا فيه شيء عظيم، فيأتيه الشيطان يفتح له كما قال شيخ الإسلام ابن القيم، يفتح له قال 70 باب أو أكثر من أبواب الخير، يدخله من هذا ويخرجه من هذا حتى يوقعه في باب الشر، يعني أو كما نقول أو يفوت عليه باب خير عظيم. نعم شيخنا الله يحفظكم، الآن يعني بقي نصف كبير جدا من هذا الشهر المبارك وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، قضية الحرص على عمارة الليل بالصلاة والقيام. أحسنت. ليالي رمضان لا شك العشر الأواخر أفضل من بقية الشهر، من ليالي العام. نعم. كما أن العشر الأول في نهارها من ذي الحجة أفضل، لكن هذه أفضل في ليالي لاحتمال مصادفة ليلة القدر. نعم. ولأن فيها ليلة القدر صحيح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل شيء ويشتغل بالقيام ويشد المأزر ويعتزل أهله، وهذا فيه دلالة على الاجتهاد ومزيد اجتهاد، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا شك أنه يجتهد في رمضان وغير رمضان، وإذا أتى أول رمضان اجتهد، ثم إذا أتى آخره اجتهد أكثر وأكثر، لأن ليلة القدر خير من 1000 شهر وفيها عمر طويل لو حسبته. جميل. سأل الله يوفقنا وإياكم لليلة القدر، قيامها والدعاء فيها بالأدعية الجامعة المانعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة إذا صادفت ليلة القدر قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فعفو عنا. نعم شيخنا، أيضا تهية النفس للعشر الأواخر من رمضان، لربما بقيت تقريبا 5 أيام على حلول هذه العشر الأخيرة المباركة، كذلك تهيئة النفس مهمة. نعم. بأن لا يشغل المسلم نفسه، المسلم والمسلمة، بالأسواق والتجهيز للعيد، فإن عيد المسلم في النجاح في هذا الشهر العظيم عبادة واجتهادا، هذا هو العيد، فمحروم من قضى وقته في الأسواق وزحمة الطرقات في العشر الأواخر، خصوصا أن الأعمال تتوقف، ولا يعد عذرا لمن يقول أننا مشغولون في النهار مثلا ومتعبين في الليل أن نقوم، ففي العشر الأواخر يتفرغ المسلم لهذا الغنيمة السهلة. وسبحان الله، يعني قد يفرغ المسلم نفسه لموسم صيد أو لموسم لعب ويقول هذا موسم قصير، ويفرغ نفسه ويهيئ الجو الأجواء، وإذا أتى هذا الشهر
صرفته الشياطين وصرفته نفسه الأمارة بالسوء. الله سبحانه وتعالى يقول: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة تريد عمل، عمل كبير جدا، اجتهاد. صحيح شيخنا، كذلك الليلة هذه المباركة التي ربما تحل علينا إن شاء الله عما قريب فيما يتعلق بكيفية عمارتها بالطاعات وتخلية القلب من الصوارف والشواغل احتفاء بها وطلبا لمرضاة الله عز وجل من خلال هذه الأعمال الصالحة، لا أقل من أن يلتزم المسلم مع إمام يصلي تلك الليلة، لا ينصرف حتى ينصرف، حتى تكتب له قيام ليلة، لا أقل من أن كلما نسي وتذكر ذكر الله واستغفره ودعا بجوامع الدعاء، وكما قلنا يتعلم فقه الدعاء كيف يوافق أسباب وأسباب إجابة الدعاء كدعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته في الثلث الأخير من الليل وفي موضع السجود وأثناء نزول المطر، وهكذا من الأسباب التي قد لا تخفى على كثير من المسلمين ولكن الشيطان يصرفهم عنها، وقد تعودوا أن يدعوا بلسان ليس فيه حضور قلب، فينتبه المسلم لهذا الشيء ويقضي ليله حتى إذا وافق ليلة القدر كانت أدعيته جامعة مانعة يكتب له الله فيها التوفيق في الدنيا والآخرة. الله ما يتعلق شيخ الكريم بالصدقة فيما تبقى من أيام هذا الشهر الكريم كذلك على الفقراء والمعوزين والمساكين؟ لا شك أن الصدقة في رمضان خير من غيرها في كما ذكرنا، لكن أهيب بالانتباه أين توضع الصدقة، فإن كل مسلم له أقارب وأرحام، ويجتهد، وهذا من العبادة ويؤجر عليه في أن يعرف المحتاج منهم فيضع الصدقة له فتكون صدقة وصلة رحم، لأن في صرف الصدقة إلى المجهولين في الشوارع فيه مخاطرة، كما بينت بعض الجهات أنها استخدمت بعض جمع التبرعات في تمويل بعض الجماعات المعادية لهذه البلد. فيحترز المسلم، وهذه عبادة لا يجعلها في أي مكان، يختار لها لأن المحتاج هو من أركان الصدقة، كما أن الصدقة مثلا على سبيل المثال لا يجب أن يمن فيها وأن يخفيها ما استطاع، كذلك ينظر في المحتاج لا يذهب ويعطيها لشخص قد يكون هو أغنى منه، وفي الأقارب والأرحام والأمهات والوالدين والأخوات خير عظيم. أي نعم، فلا حاجة للإعطاء هي لمجهولين ربما يكونوا كذلك أعداء لهذه البلاد المباركة. حسنت. يعني كما ألقت السلطات على بعض هؤلاء الذين يجمعون الأموال شبكات. نعم شبكات، وأصبحوا حقيقة يعني خنجرا في خاسرة هذا الوطن يستهدفون أمنه واستقراره، فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرورهم. كذلك شيخ الكريم الجمعيات الخيرية يعني موجودة الحمد لله منتشرة، موجودة التطبيقات عبر الجوالات، ممكن الواحد أيضا يتبرع للجمعيات الخيرية من خلالها بالمظلات الرسمية. شيخنا فيما يتعلق بذكر الله عز وجل، البعض ربما يكون في عمله، ربما يكون في الطريق، لا يتهيأ له قراءة القرآن، لا يتهيأ له الصلاة، قضية عمارة اللسان بالصلاة الأكثر من صلاة السلام على رسول الله، ذكر الله عز وجل حتى لو كنت متلبسا بعمل رسمي. لا شك أن الذكر أسهل العبادات وأعظمها، لكن لا يوفق لها الموفقون. سبحان الله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. نعم. هذا فقط الحديث هذا إذا نظرت فيه وفضله العظيم وسهولته وقصره
وعود المسلم لسانه عليه يجد آثار ذلك ولا شك، ومن جرب هذا يجده. والمسألة ليست التجريب وليس راجعة للتجربة، إنما هي نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دين نتعبد الله بها. صحيح. لكن بالإضافة إلى ذلك كما يذكر كثير من هذا، يعني يشير إلى التجربة الإمام ابن القيم، إلى نصوص ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يذكر تجربته وآثار تلك العبادات. الذكر سهل لا يمنع منه شيء، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا آوى إلى فراشه يسبح ما يقارب 11,000 تسبيح. وإن كان هذا رقم عظيم، لكن من يجربه يجده لا يأخذ من الوقت كثيرا، سهل جدا. سبحان الله. نعم الشيخ الكريم، يعني كلمة أخيرة تودون أن تختم بها هذا اللقاء خصوصا مع انتصاف هذا الشهر الكريم. أهيب بنفسي والمسلمين في هذه البلد الكريمة الجد والاجتهاد فيما تبقى من هذا الشهر الكريم، والدعاء لأنفسهم ولإخوانهم ولولي أمرهم وللمسلمين كافة في كل بلد بالتوفيق والسداد والحفظ، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين بضعفائهم كما سبق. والدعاء مناجاة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأكثروا من الدعاء لأنفسكم ولأهلكم ولذراريكم ولأولياء أموركم، فإن دعوة واحدة تجاب في حق ولي الأمر تصلح الشأن بأن يصلح الله له حاله وبطانته وينصره ويؤيده. لذلك قيل، قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها في الإمام. وعلة هذا واضحة، وهو أصل في عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا ننسى أبائنا كذلك، وهم أولياء أمور علينا كما نحن أولياء أمور على أبنائنا. صحيح. كذلك ولي الأمر وهو ولي أمر على المجتمع. فكما أن لا ننسى والدينا من صالح دعواتنا، كذلك لا ننسى أولياء أمورنا. نسأل الله أن يصلح العبادة والبلاد. اللهم أمين. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وفر الدعاء لضيفنا الكريم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ هاشم بن فيصل المطيري الداعية الإسلامية. الشكر يمتد لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تعاونها مع هيئة الإذاعة والتلفزيون في إقامة هذا الركن الرابع عبر فضاء الإخبارية. شكر يتواصل كذلك لمخرج هذه الحلقة عبد الله عسري وكافة زملاء طاقم البرنامج، وكذلك دعوات تنطلق لقيادة هذه البلاد المباركة بأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم على إدارة شؤون هذه المملكة المباركة، مملكة التوحيد والسنة. ودعوات مباركة كذلك لجنودنا البواسل على الحدود، نقول لهم أبشروا وأملوا من رب كريم عظيم، فأنتم تقومون بأعمال عظيمة جليلة في الدفاع عن عقيدة هذه البلاد المباركة وعن أمن الزوار والمعتمرين الذين جاءوا من كل فج عميق لزيارة الحرمين الشريفين. فنسأل الله عز وجل أن يجزل لكم الأجر والمثوبة، وأن يرزقكم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فقد تركتم الدور والولد وتوجهتم لهذه الحدود، فأنتم أبطال. نسأل الله عز وجل أن يعينكم وأن ينصركم وأن يعيدكم إلينا سالمين غانمين منصورين. لقاكم إن شاء الله في الغد مشاهدينا الكرام وموضوع جديد عن هذه المدرسة الرمضانية العظيمة لعلكم تتقون كما جاءت في القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبينات من الهدى والفرقان الذي أنزل فيه القرآن.
الهدى والفرقان.